بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو حل. ساد فاستا هاز الجاكيت اي تري دو مودي. طبعا هناخد تري بسرعة. ليه تري بيجي بعدها صفة؟ بليو بكو بليو دو ما بيجيش بعدهم صفة، دكور؟ فهنا تري بيجي بعدها صفة بمعنى جدا، فهختار كلمة اي تري هي اللي هتبقى أقرب إلى الصحة عندنا. الجملة اللي بعدها فوني مي بالو ليه، انت متحبوش اللبن؟ ده انا بشرب منه كتير، باخد سي، لان انت هنا اثبت. واحنا قلنا دايما شيل النفي من عندك وقول، لو طلع اثبات خد سي، لو طلع نفي طبعا هناخد نو. وفي حالة النفي دايما لما بختار نو في حالة التغيير والنفي صريح. التغيير يعني انا غيرت الايه الوضع، قلبته مثلا لبن، حطيت بداله كلمة تانية وهكذا. مانشي يعني الكلب بتاعي، سي يعرفه. صفار زائد مصدر فعل، طبعا عندي صفار زائد مصدر فعل بتعني القدرة على فعل الشيء، فهنا سي ناجير بيعرف يعوم في البحيرة. رباب ريفرتي، طبعا ربا دي محتاجة يا كال يا كومبيندو، طبعا كال هاخد المذكر. أي وجبة تفضل أنت؟ لأن مفيش كومبيندو قدامكم طبعا، فبناء على ذلك أنا هاخد كال. ماسير أختي نيمي، ها لا تضع دون لو تروار، لا تضع شيئا، لان انا بتكلم عن حاجه غير عاقل، فهقول لا تضع شيئا، ما بتحطش حاجه في التروار اللي هو الدرج. يعني السؤال اللي بعد ده بنقوله تيا بيزوان، وانا ما بلاقي دايما بيزوان، اتجاهي بيكون نحو دوكوا، يعني اي شيء تحتاج لممارسه كذا، يبقى هاخد دايما دوكوا، بتبقى الاقوى والاصح عندي في الجمل اللي قدام. طيب في الجمله اللي بعدها شيفير مونج بوكو، طبعا شيفير معناها عنزه او معزه، ماشي. طبعا هناخد ست على اساس انها مؤنث. طبعا الباسيلو ويكوند شيلا شي ساتونت، يبقى هي قضت عطله نهايه الاسبوع. لو ملاحظ ان قال هنا مؤنث، ما خدتش تبعيه مع اسم المفعول، جه بعدها مفعول مباشر، ففي الحاله دي هاخد افوار، لان افوار تصل فيرب باسيه في الماضي المركب اذا كان معناها يقضي او يمر، يقضي او يمرر، يمر للزمن، ممكن تمشي، دي الحالة الوحيدة اللي بتمشي فيها كلمة يمر عندنا. وطبعا لو معناها شغل المكنسة ويجتاز إلى آخره من المعاني الأخرى، المهم يكون بعدها مفعول إيه مباشر. افيكي مع من تي فا او سوبر مارشي، انت بتذهب للسوبر ماركت. طبعا لقيت فيرب عليه، اختار جريج على طول، لا تتردد في هذه الحالة. اختيارك لجريج هو الحل الصحيح في وجود فيرب علي. جو نيم بادي تو، انا لا احب اطلاقا لا كونفيتير المربى. طب ليه انا خدت لا بالرغم ان الجمله منفيه؟ لان فيرب ايمي طبعا احنا عارفين انه ما بياخدش الا محددات، والمحددات بتبقى معرفه، فهتجه الى لا. ميزون فو، اطفالي بيحبوا لعب العاب الفيديو باوجو فيديو، واحنا خدنا اوجو فيديو بتسبق باء لو بعدها دي، بتسبق باو لو جت جو فيديو على طول بدون دي. سيتي ياشو، لو انت بتشعر بالحر، الامر هنا هيكون مع الضمير تي، يبقى اوفر، لان تي دايما تنتهي باو بدون اس بعدها، او اس ما فيش قبلها او او اه، فاخد بالي من النوع دي كويس قوي. سيز اليمون سون ديليسيون، سيز اليمون، سيز اليمون سون ديليسيون. طبعا اليمون دي كلمه مذكر، لان كل اللي اخره ام او ان تي فهو مذكر، ما عدا طبعا كلمه جيمون اللي هي كلمه فرس، فهنا هناخد تو طبعا جمع المذكر عنده. تيا تليفوني اتي زمان، اتصلت باصدقائك؟ قالوا نو جي لهم فيميل، انا ارسلت لهم، لان فيرب انفاي يرسل ده بياخد حرف جر دايما عندنا مع العاقل. في الجمله اللي بعدها بنقول يوسف مونج دي بولي، بياكل فراخ. كو دو فيوند، ده هنا مقارنه يا جماعه، هنا مقارنه. طالما في شق ان يوسف بياكل حاجة أكتر من حاجة، يبقى في الحالة دي مقارنة، يبقى أنا محتاج هنا ده اسم، اللي بعد النقط ده إيه؟ اسم. وفي حالة عدم وجود فيرب إتر، فأنا ببقى مطمئن أوي إن أنا هاخد حاجة فيها دو، يبقى بلو دو، بلو دو يعني أكثر من. لأن طبعًا لو خدت بالك من المقارنة، هي بتعتمد على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى وجود كو كمكمل عندنا للمقارنة،
ومقارن ومقارن بيه. الفكرة التانية بقى، هل في صفة ولا اسم؟ هل مفيش كو خالص في الجملة؟ وده يمكن شرحناه في المقارنة كاملا، ممكن تسمعوه. أكولير في أي ساعة؟ تيفا لو كوافير، تيفا شيء، لأن احنا عارفين إن فيرب ألي لو جه بعده عاقل ياخد شيء. بابا تي بو مي مينير على ليكول، ممكن تصطحبني إلى المدرسة، لأن أنا بقول لبابا ممكن تصطحبني إلى المدرسة. مون أونكل فا دو باغي دون دو جور، يعني عمي سوف يأتي من باريس. فينير طبعا مصدر فعل، لأن فيرب ألي يجي بعده مصدر. تي برون لي ميديكامون اليغ، يعني انت بتاخد الدواء في الميعاد. فقال له مي جو دي تيست لي ميديكامون، بلا ولكن انا بكره الدواء. قال له بلا ولكن بكره الدواء، انا باخده في الميعاد بس انا بكره. فجمله فيها فكره شويه، ولكن يعني ايه استوعب الفكره دي مع بعض طبعا باذن الله. طيب الجملة اللي بعدها، مونونكل عمي عنده جولي فيتمون. طبعا احنا عارفين لما تيجي صفة جمع فانا باخد دو وبستبدلها بدي، ماشي. بيمتلك دو جولي فيتمون، يعني ملابس جميلة. مي زونفون اطفالي، هنا امر موجه الى اطفالي، يبقى موجه لجامع، لان اي اسم بعد فصل او علامه تعجب او نقطتين ثم هاتي بعده بفعل في زمن الامر يصرف مع الضمير فو. ففي الحاله دي طبعا هدور على اي فعل فيه اوزاد. طب لو ما لقيتش اوزاد اختار فيت او ديت. بوريت رانفورم، عشان تكون في الفورمه. اون دو مانجي، يجب ان ناكل. ها تو، ناكل قليلا. ان بو دو تو، يعني قليلا من كل شيء. منى ان فير، يعني منى تحب ان تمارس دو لاكيتاسيون، لان احنا عارفين ان الفير طبعا بياخد دو بعده في حالات الانشطه والحالات الرياضيه الى اخره. سيسون ميزامي، انهم اصدقائي. جيسور توجور افيكو، انا اخرج دائما معهم. طبعا معهم ليه معهم؟ لان ده ضمير من ضمائر البارزه او ما يسمى ضمائر التوكيد، يعني عندنا بتاتي بعد حرف الجر الثابت. وطبعا بنظر للجمله الاولانيه الاقي هنا جمع مذكر استبدله. سي لا فواتير دو سامي، انها سياره سامي. فسياره سامي هنا يبقى انها سيارته، جميل. بس بدا الجمله بنو، يبقى لا ده سيارتي. مع صون ولير استبعدها، لان صون دي مذكر ولير دي للجمع، صح استبعدتها لانه ما قالش وي. بور دو بيرسون فولي، بور كومبيان دو بيرسون، لكم شخص. بور كومبيان دو بيرسون، لكم شخص. هنا بسأل هنا عن الايه، عن النمبر، عن العدد. فاتي سوفون، اما لاقي سوفون يبقى خد جامي. المونج فروي، في اسم بعده كو يبقى هاخد حاجه فيها دو دايما، اوتون دو. طبعا انا بستبعد بكودو عشان هي مش في المقارنه، يعني انا بستبعد بكودو لعدم وجودها في المقارنه عندنا، فدي بتبقى مهمه بالنسبه لي في الجمل اللي قدام. الجمله اللي بعدها، سمير اي مالاد جوفيل لوي، انا سوف ازوره. انا عارف ان روندر فيزيت بيجي بعدها حرف الجر وهنا طبعا روندر فيزيت بتدل على روندر فيزيت، هنا بتدل على الاتجاه لزيارة الأشخاص، دايما بيجي بعدها أشخاص. جو بريفير ريغاردي لي مونتانيا، يعني أنا سأفضل مشاهدة الجبال باللون الأبيض، لأن أون زائد لون دايما آخد صفة اللون المذكر طبعا زي ما هي واضحة قدامكم هنا. Voici le règlement d'une salle de sport dans notre quartier. يعني ها هي قواعد لغرفة رياضية أو صالة رياضية في الحي بتاعي. L'accès à la salle du sport est réservé aux habitants du quartier de la Garenne. يعني القبول الصالة، الصالة أو دخول الصالة الرياضية محجوز طبعا لسكان حي جارين. المواعيد الافتتاح بتكون التالية، من الثلاث للجمعة، ده بيبقى من الساعة 1 للساعة 10، والسبت يوم السبت من 9 ل 7. إلي أوبليغاتوار، يعني من الإلزامي أن نرتدي حذاء شوسير ريزيرفي دو سبور، مخصص للرياضة. ريزيرفي أو سبور.
Il est interdit, يعني ممنوع, de manger et de fumer, أن نأكل أو ندخن, de faire entrer des animaux, أن ندخل الحيوانات, même petit, حتى الصغير, et d'étranger les autres jouets ou إزعاج اللاعبين الآخرين. Les enfants doivent être accompagnés, يعني الأطفال يجب أن يكونوا مصطحبين par un adulte, بشخص بالغ زي الآباء أو الأقارب, طبعا مدرس إلى آخره. اتنسيون, انتبه, لاعبي التنس احضروا المضارب بتاعتكم أو احضر مضربك. يعني il faut absolument garder l'espace du jeu, يعني يجب تماما أن تحافظ على أماكن اللعب. أيضا on sait que les douches, الحمامات, et le toilette propre والمراحل نظيفة. Pour consulter les horaires du cours, لاستفسار أو لاستشارة مواعيد أو لمعرفة مواعيد الحصص, rendez-vous, يعني تواصل معنا على موقع الإنترنت بتاع الصالة, أندري أليان دو سيرفيس سبور دو سال دو سبور. طيب, سال دو سبور مفتوحة 5 أيام أسبوعيا طبعا. لو لاحظنا هنلاقوا 3 4 خميس جمعة وسبت, فدول سان جور بارسومان, يعني 5 أيام أسبوعيا. يوم الجمعة بنستطيع أن نمارس أو ندخل الصالة إمتى؟ طبعا يوم الجمعة ده قالي من 9 صباحا ل9. فمعنى كده ان انا هدخل الصالة في ولا نستطيع ان ندخل برضو, لا نستطيع ان ندخل امي دي طبعا الظهر, لانها بتفتح بعد كده لساعة واحدة. لاعبي التنس, لاعبي التنس يجب ان يحصلوا على راكيت مضرب, راكيت ساراكيت المضرب بتاعه. Pour faire du sport, لممارسة الرياضة في الصالة, il faut porter, يجب أن نرتدي طبعا باسكت, حذاء رياضي طبعا على أساس حاجة مخصصة للرياضة. Ces sont qui doivent être accompagnés par adultes, مين اللي يجب أن يصطحبوا بالأطفال, بالكبار يعني, بشخص بالغ اللي هم les enfants. عشان نعرف المواعيد هنتواصل على الإنترنت طبعا, بنزور السايت بتاعهم أو الموقع بتاعهم, لو سيت انترنت دو لا سال اللي هي نمروسي. Voici quelques passages de cette rencontre, ها هي بعض المقابلات أو المقتطفات من هذه المقابلة. هو قال في السؤال إيه؟ Quels sont vos goûts alimentaires, إيه ميولكم الغذائي؟ أنيسة أو أنيسة بيقول إليا أنا منذ سنة, إليا أنا يعني منذ سنة, منذ سنة j'ai décidé, يعني أنا قررت, j'ai décidé, أنا قررت طبعا, de ne plus manger de viande, ألا أكل لحم. Pourquoi, لماذا؟ C'est bien simple, ده ببساطة, car la viande n'est pas utile, لأن اللحمة مش مفيدة, à mon état santé, لحالة الصحية. زوي بتقول je ne suis pas végétarien, يعني أنا لست نباتية, مجنام بابو كولوغو دولابيون, ولكن ما بحبش الميل للحمة قوي يعني. ألور بتيتر كو جو في شانجير دي, ممكن أغير فكري يعني, أغير الفكر. أما إليم بتقول بور بيان غاردوغ لا فورم, عشان نحافظ على الفورم بتاعتنا, جي مانج ريجيلارمون, أنا باكل بانتظام إي سي وبطريقة صحية. بيان سير بتأكيد طرواري بابر جور, 3 وجبات يوميا بكودو فروي كثيرا من الفاكهة ايدولوجيم والخضروات فري الطازجة. دي بولي فريخ طبعا, دي بات ماكارونا, بارسا جو في دو سبور, وانطلاقا من هذا طبعا انا بمارس الرياضة تروا وكاتر فوا بارسومين 3 أو 4 مرات اسبوعيا. جيمي دوش, جيمي كوش توجور دي بونير, وبنام في ساعة مبكرة. أنطوان, جي سوي بور لو فاست فود, أنا مؤيد طبعا للوجبات السريعة. جي مونج دو لا بيتزا, أنا باكل بيتزا, اي دو همبرجر والهمبرجر. جي تروف سابون, شايف إن ده كويس بور اتران فورم, عشان أكون في الفورمة. جي في دي سبور شاك سوار, أنا بمارس رياضة كل مساء في الجيمناز بتاع الحي, وزارة ألعاب الحي. الأشخاص دول بيتحدثوا عن إيه؟ عن ميولهم الغذائية, leur goût alimentaire. طيب
ما بياكلش لحمة لأن ده مش مفيد لحالته، لأنه ليس مفيد لحالته الصحية. طيب اللي بعدها، عشان تكون في صحة جيدة، إيلين بتاكل، تعال ندور، بتاكل كتير، بكو دو ليجيم دو فروي، يعني كثيرا من الخضروات والفاكهة، مش منتجات سكرية ولا طبعا مواد دهنية، ولا بتاكل وجبتين يوميا. الوجبات السريعة بالنسبة لأنطوان بتكون إيه؟ جيدة، زي ما انتم شايفين 3 صفات ماشيين على نطاق واحد اللي هو سيء سيء غير مفيد. أنطوان بيمارس الرياضة كل يوم طبعا، طول جور يعني كل يوم، على أساس طبعا إن شاكسوار. أنطوان وإيلين فون دي سبور، بيمارسوا الرياضة عشان يكونوا في الفورمة طبعا، اللي هي إيه، ترانفورم، يكونوا في الفورمة أو في كامل لياقتهم يعني. بالنسبة للموقف الأولاني، فوديو مونديا فوترا مي أو ألاش أو إلى شات أو إلى شيت أن روما، أين هو يشتري الرواية؟ بيشتري الرواية منين؟ فهو قال لك طبعا بازو، بروح عن جيفيشي لو ليبرير، يعني بذهب إلى البائع اللي هو بتاع المكتبة. فوديو مونديا فوتر سور، أنت بتسأل أختك كي أري باري، مين بيجهز هذه أو من جهز هذه الوجبة؟ هي بتقول لك هذه الوجبة لذيذة، انا اللي عملت المطبخ، انا اللي طبخت، انا بتناول طبعا وجبتي مع والدتي، انه علي الذي وضع الكوفير، طبعا انه انا اللي طبخت كوفير، يعني ادوات المائدة طبعا اللي هي بنضعها للتجهيز. فوتر امي، صديقك فودي موند بيسألك بوركوا فوزالي اوريون فيوند، ليه انت بتروح قسم اللحوم؟ طبعا عشان اشتري تفاح، ولا عشان اشتري بطاطس، ولا عشان اشتري عدس، ولا عشان اشتري فراخ، طبعا هي كلمة فراخ. فوز اكسبليكي او ميدسان، يعني انت تشرح للميدسان، ميدسان يعني طبيب، سكو فوز افي، ماذا لديك؟ كاسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ انت بتشرح للميدسان، فبتقول كاسكو فوديت، ماذا تقول؟ هتقول له جي ان ساكادو، انا عندي شنطه، ولا جي ان برا مسكولي، انا عندي ذراع مفتول العضلات، ولا عندي الم في الظهر، ودي اللي انا هقولها، ولا عندي 16 سنه. فودي مون دي افوتر مي، انت بتسال صديقك سونا في عن رايه عن الجودو، الجودو يعني ماذا تقول له؟ فبتقول له الجودو ماذا تعتقد فيه؟ ولا هتقول له الجودو هو ايه، ولا ايه هو زي الجودو، ولا كيف نمارس الجودو؟ طبعا احنا عارفين السؤال عن الرأي، كاس كومبونس. فو ديموندي ا فوتر امي، انت بتسأل صديقك بوركوا ايل فا توجور لا كومبانيا، لماذا يذهب دائما الى الريف؟ فهو بيقول لك لاني ما فيش حاجه اعملها في الريف، لان في ناموس في الريف، لان انا بحب عناصر الطبيعه، ولا الريف بيكون سيء. دونز ان سومان، في خلال اسبوع، نو زالو ليه؟ سؤالي في خلال اسبوع، وفي خلال اسبوع بتدل على الفتير بروش اللي هو المستقبل القريب، يبقى انا محتاج فيرب عليه زي مصدر فعل. طبعا افون وصوم ما بيجيش بعدهم مصدر، برضو فيني ما بيجيش بعدها مصدر الا لو سبق بدو. اليني كوم، يعني هو ولد متى، مش ولد ايه، ولا من، ولا كومبيا. جيم بكو فواياجي، احب ان اسافر كثيرا ان اوتومبيل، بالاوتومبيل، وسائل المواصلات اللي هدخل جواها وغير مصبوغه بمحدد، بتاخد حرف الجر اون على طول. وطبعا احنا شرحنا بار وحروف الجر قبل وسائل المواصلات. يير امس الزون، طبعا الزون يبقى انا عايز اسم مفعول، يبقى هاخد ريجارتي، يعني ده ماضي مركب. طيب في الجملة اللي بعدها مكتوب رانيا براتيكا لا ناتاسيون، رانيا تمارس السباحة، لأن أفعال الميول وفيرب براتيكي وإيمي وأدوري وبريفيري بياخدوا دايما أداة معرفة بعدهم. جيم لا جلاس على الأناناس، أنا بحب الآيس كريم بالأناناس، وأنت إتوا، وأنت شايف، وأنت ده سؤال. تيم لو كافيه، أنت بتحب القهوة، وي جون برون شاك متى، انا بتناولها، لان فيرب براندر مع الماكولات والمشروبات بياخد اداه تجزئه، وبناء على ذلك هناخد اون. اكرم اي ناديا نو ها في دو بوكس، لا يمارسون ابدا البوكس. طب ليه انا خدت جامين وما خدتش ريا طبعا ما بيجيش بعدها دو زائد مفعول، بيرسون طبعا غير مناسبه في المعنى، انكور طبعا دي للاثبات وليست للنفي. جينيفي با دوسكالاد جو بير دو تومبي، طبعا انت عارف ان بارتسكو بيجي بعدها جملة كاملة للدلالة على شرح السبب، اما ميم حتى دي للمعنى نفسه. بور طبعا بيجي بعدها مصدر فعل واشياء اخرى، ميم معناها لكن بتدل على التناقض. فاطمة ان انفيرميير،
بور لفت. يبقى فاطمة سي دي جوزي يعني تنكرت. سي دي جوزي تنكرت. اه غلط هنا تنكرت، لان كان المفروض يبقى في او زياده، يبقى سي دي جوزي اللي انا هختار. سي دي جوزي يعني تنكرت. لو نوفو بروفيسور المدرس الجديد انو يعني بيقدم نفسه لنا. سي بريزونت يقدم نفسه لنا. في الايميل وما زلت بقول كل ما تكتب انت الايميلات كل ما يكون احسن طبعا. سيبيان يعني لعب، اللعب في الفريق كويس. ايه الرياضه الجماعيه اللي انت بتحبها واين تمارسها؟ طبعا هنا بنقوله سالي جيم لو باسكت، انا بحب الباسكت. جولو براتيك او جيمناز، انا بمارس في الجيمناز ابليس. طبعا هنا اتكلم عن وسائل المواصلات اللي بتستخدمها في المدينه، واتكلم عن اليو سيركلاسيون. المواضيع كلها هتلاقوها موجوده عندكم في جروبنا باذن الله. اوروفار، والقاكم في الحلقه القادمه باذن الله. اتمنى لكم مزيدا من التوفيق. كان معاكم مسيو محمد حماده، ما تنسوش دعم القناه طبعا ومشاركه الفيديو لجميع اصدقائكم. اوروفار.